مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من سالا. نداء عاجل لكل المغاربة اللي كيتابعونا في هذا البث المباشر سواء داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن. أم شابة اللي كتقول بأن الإبن ديالها بين الحياة والموت، الآن كان في المستشفى السويسي للأطفال وخرجوه اليوم، راها جابت البي سورتي ديالو وقالوا لها ما عندكيش الدواء، ما يمكنش يبقى هنايا، يعني وقفوا ليه العلاج حيت وقف ليه الدواء أو تخيطمو اللي تيعطيوه. قالوا ليها خرجيه من المستشفى حتى تقلبي على الدواء أو لا تدبري على الدواء أو لا تشري الدواء عاد جيبي. كتقول 550 درهم في اليومين عندي، والابن ديالها الآن كيتخنق والحالة ديالو صعيبة في الدار. طبعا ما يمكنش نبينو أطفال صغار، ولكن خليكم مع الأم اللي كتقول بغيتكم تعتقوا لي ولدي، خصوصا الأب ديالو سمح فيه من بعد ما عرفوا أنه هو مريض طلقها وسمح فيه وسمح في الكبدة ديالو. الله يسمح لينا من الوالدين الأم اللي ما قدرتش تخلى على الابن ديالها. قلنا الحالة ديالو ولدي كيفاش دايرة؟ الحالة ديال ولدي مريضة بزاف، كنت نعسها في السويسي بالشهر بالشهرين، وفي الاول كانوا كيعاونوني الناس، ولكن من كثر الدواء صافي الناس مابقاوش قادرين يعاونوني. قال لي شوفي دي يعاونك، انا كنطلب من خوتي المغاربه اللي داخل المغرب وخارج المغرب يعاونوني. الله يجازيكم بخير. انا ولدي ملي كنشوف داك الحاله وقلبي كيبقى يتقطع عليا، باقي صغير يلا عنده 7 شهور، وملي كيتوقف وكيبقى يدير داك الحاله صافي راه ما تلقاش ما ندير. كيبقى يزرق، ملي كيتوقف كيبقى يزرق كيبقى يفتفت بحال شي فليليس، بحال تيبغي يموت تيبقى يهز رجليه يفتفت بحال هكاك كيتخنق. انا كنطلب من خوتي يعاونوني، الله يجازيكم بخير والله يسهل عليكم. فاش كيتخنقتي واش شنو تديري انتي؟ صحاولي انا كنت تلقى ما ندير، تنزلو تندير السبيطار يديرو الاكسجين، تيقول لي يدي تقول لي يدو ديالو لا نعطيه ليه، راه خصك تجيبي. انا ما عنديش باش نشري، انا الحاله ضعيفه ومتخلي عليه من عند جيب هاد الدواء. دابا كان غير صحيح نخدم ويعاونوا الناس ونشرب، ولكن ما نلقاش كيفاش ندير نخليه ونمشي، لان واحد الحاله راه خايبه بزاف ما يمكنش ليا. شنو الاعراض اللي كيبانوا عليه؟ وكيبانوا فيه بزاف الاعراض. دابا بهذا الفيروس ولا كيسل العينين ديالو، دابا مرضوا عليه تنفخوا وكيخرج منهم بحال مخايب. ما واحد الحاله ما نقدرش نقول لكم عليها، كنطلب منكم تعاونوني الله يجازيكم بخير. كيخرج لي مخايب العينين؟ اه السلامه. وضعاف، ودابا 3 شهور ما تتزادش في الوزن، غادي وكينقص، ما الماكله ما كياكلش، ما كان جرد ضعو كيتخنق، ما تنعرف شنو ندير. الاطباء شنو قالوا لك؟ شنو الحاله اللي شنو المرض اللي عندك؟ الاطباء داروا جهدهم معايا الصراحه، ولكن هاد الدواء قالوا لي خاصك تشريه ليا، حنا ما عندنا ما نديرو، خاصك الدواء تجيبيه ولا جدي الدواء من غدا راه غادي نشدو وغادي ولدك يتعالج. وهذه اللي شفتي الدواء اليوم ما ترجعيه؟ اليوم الله. الحاله ديالو كيفاش خليتيه في الدار؟ اتصلت بك لقيتو كيبكي، كيفاش الحاله ديالو؟ وما قدرتش، يعني خليته غير مع حتى الوالده خدامه، خليته مع واحد الجاره، قلت لها شنو خليه معاك، وهو كيستعمل رابوز، قلت لها شي بدا يتخنق تعطيه بالرابوز صافي. شحال في عمره؟ عنده 7 شهور. 7 شهور وكديري له الرابوز؟ الرابوز. كيفاش اكتشفتي ان الولد ديالك عنده هذا الفيروس؟ مال في الاول ملي كنت كنجير الضعو كان كيزرق، ملي كنت كنجير الضعو كيزرق صافي ديتو للسبيطار. مع المده بداو كيبانوا فيه الاعراض، في الاول قالوا لي غير الضيق، عطوني الرابوز تبعتو ليه. من بعد بدا يبحثوا لقاو عنده فيروس رئوي، هذاك الفيروس كينتشر والدواء ديالو والعلاج ديالو هو هاد الدواء. كينتشر في الجسم ديالو؟ في الريه ديالو. ولا ما تعالجش هاد الدواء يقدر، فهمتي الله يحفظ، تقدر توقع شي حاجه اللي نخسر فيها ولدي. وانا تعذبت معاه وما بغيتش نخسره الصراحه، وكنطلب منكم تعاونوني الله يجازيكم بخير. الاب ديالو ما بقاش كيسول فيه فتره؟ لا ما كيسولش فيه، نعس في السبيطار بالشهر بشهرين، ما كيجيش يشوفه ما كيجيش يزوره. واخا عرفت الدواء ديالو مريضه؟ واخا عارفو هو بحال اللي كيتسنى غير يموت يسمع خبارو. ما حركتوش الغريزه ديال الابوه على لا ولده. مره نهائيا ما كيجيش يشوفو في الطبيب نهائيا، ما كيجيش انا يسقس عليه ويشوف شي دواء حتى شي حاجه مره، لا هو لا عائلته. وانا كيتعاونوا معايا بحال هكا الجيران في ديكوش في الحليب في اي حاجه، ولكن جات الدواء نهار الاول شراه ليا، ولكن قال لي الدواء غادي تبقى تستعملو دائما، شوف اللي يعاونك الاطباء براسهم، قال لي شوفي شي حد يعاونك. كنطلب من خوتي المغاربه الله يجازيكم بخير تعاونوني الله يسهل عليكم، ودير هذا الولد بحال ولدكم راه باقي صغير يلا عنده 7 شهور. هاد الدواء هذا شحال داير تقريبا؟ داير 11560 البواطه. هاد البواطه شحال تدوز؟ تدوز ليه يومين. يومين؟ يومين. ديال اش هادي؟ هذا هو الدواء ديال الفيروس اللي عنده في الريه.
لا تبعوا هاد فيروس غادي يتحيد، لما تبعوش راه غادي يزيد 12 والله يحفظ توقع شي حاجه. شنو هي رسالتك للمغاربه اللي كيتابعوك؟ انا كنطلب من خوتي المغاربه اللي داخل المغرب واللي خارج المغرب يتعاونوا معايا ويديروا هاد الولد بحال اللي ولدهم ويتعاونوا معايا، الله يجازيهم بخير الله يسهل عليهم. انت كتشوفي ولدك كيضيع منك شويه بشويه؟ انا راه النفسيه ديالي تدمرات، انا براسي مرات بلي كنشوف ولدي في هذه الحاله وما عنديش الجهد، ما عنديش الجهد اللي نعاونو ونشري ليه هاد الدواء، انا براسي النفسيه ديالي تحطمات. يعني ما بقاش عندك الجهد ديالك باش تبكي؟ ما بقاش عندي الجهد. صافي كاع داكشي اللي عندك خرجتي؟ كاع داكشي بكيت بزاف وطلبت الناس بزاف ولكن ما لقيت ليه الجهد. انا كنطلب من خوتي يعاونوني الله يسهل عليهم الله يجازيهم. رسالتك الاخيره شنو هي؟ رسالتي الأخيرة كنتمنى منكم ديروا هاد الولد بحال اللي ولدكم، وراه باقي صغير باقى الحياة قدامه تا هو بغا يعيش تا هو بزاف الحوايج، كنطلب منكم تعاونوني الله يسهل عليكم يجازيكم بخير. إذا مشاهدي قناة شوف تيفي كتمشي معنا دي أم راضية على تعمر شهور واللي ديال الحياة والموت، والآن راها كتشوفوا البطاقة الصفراء أولا الوثيقة الصفراء ديال البي سورتي باش خرج من المستشفى حيت ما بقاش عنده تريتمون او ما بقاش عندها باش تشري ليه الدواء باش يكملوا ليه العلاج. كتقول الابن ديالي كيتوفى عرق بعرق وانا ما عنديش باش نشري ليه الدواء، والا قالوا لي الاطباء الا جبتي الدواء دابا دخليه للمستشفى دابا حيت هما ما عندهمش اش غيديروا ليه اش غيديروا ليه بلا الدواء. هنا كتقول كناشد كل المغاربه يعتقوا لي ولدي، راه الامل ديالو في العلاج وفي الحياه كبير ولكن الامل في الله اكبر انكم تعاونوا معاه. الى هنا مشاهدي قناه شوف تيفي غنقول لكم الله يكتب عليكم مكاتب الخير الله يشافيه ويعافيه.